الأخبار الجيدة قد تكون هي أخبار سيئة، هذا ما تعتقده الأسواق وتحديدا بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي. هذه البيانات التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع عكست كل التوقعات بأنه سنبدأ ونشهد تباطؤ كبير في قطاع العمل الأمريكي، وخصوصا بأنه قبل صدورها كنا نسمع الكثير من الشركات الأمريكية التي تقول بأنها تريد إما تخفيض معدلات التوظيف أو أن تقوم بتسريح عدد أكبر من العاملين. هذه البيانات أظهرت بأن الاقتصاد الأمريكي أضاف أكثر من 528 ألف وظيفة في يوليو، بينما كانت التوقعات تشير فقط إلى إضافة 250 ألف وظيفة. معدل البطالة عاد لمستويات ما قبل كورونا عمليا مع هذه البيانات. وإذا ما نظرنا إلى ملف جدا هام في هذه البيانات وهو يعكس التوقعات المتعلقة بالتضخم، نمو الأجور يستمر في الارتفاع، وصلنا ل 5.2% بشكل سنوي، وهذا يضع إشارة استفهام حول التساؤل الأكبر اليوم بالنسبة سواء للبنك الفيدرالي أو حتى بالنسبة للأسواق، هل وصل التضخم إلى ذروته أو لا؟ لماذا أخذت هذه الأسواق البيانات على أنها خبر سيء أو قد تكون تتخوف منها؟ لأنها تزيد من الضغط على الفيدرالي ليشدد السياسة النقدية بوتيرة أسرع. أما بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن فهو يرى بأن قطاع الوظائف أقوى من أي وقت في التاريخ نتيجة لخطته الاقتصادية، يعني هو يقول بأن ما قام به خلال الفترة الماضية هو السبب في هذه البيانات. ولكن من جهة أخرى السيد محمد عريان يقول بأن تقرير الوظائف جيد للاقتصاد ولكنه خبر سيء بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. لماذا؟ لأنه سيضع ضغطا إضافيا على الفيدرالي ليرفع الفائدة مرة أخرى في سبتمبر ب 75 نقطة أساس، وهو أمر لم يكن متوقعا حتى من قبل الأسواق قبل صدور هذه البيانات. السوق قبل بيانات النون فارم كانت تتوقع باحتمال يصل إلى فقط 40% أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، ولكن بعد هذه البيانات ارتفعت هذه الاحتمالات ووصلت إلى 70% إلى أن يقوم بذلك. وهذا خبر سيء بالنسبة للمستثمرين في أسواق الأسهم لأنها تعني تراجع في التقييمات، ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي يعني تراجع التقييمات، وأيضا من ناحية أخرى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات. هذا ما تحدث عنه عندما تحدثنا عن توقعات السوق للفائدة خلال الفترة القادمة. وبالنسبة للفيدرالي كما سمعنا حتى من البنك المركزي الأوروبي لم يعد هناك ما يعرف بالفورورد جايدنس الواضحة تجاه معدلات الفائدة، هناك اعتماد على البيانات الاقتصادية، وهذا ما تحدث به جيروم باول وحتى كانت تحدثت به كريستين لاغارد. البنوك المركزية اليوم غير قادرة على توقع مسار التضخم ومسار الاقتصاد لأن العوامل الخارجية هي من يؤثر بشكل أكبر، وتحديدا أزمات الطاقة التي كنا قد شهدناها. بكل الأحوال الفيدرالي سيكون أيضا في مراقبة لوضع المستهلك الأمريكي الذي حتى الآن يبدو وكأنه كان قادرا على التعامل مع الضغوط التضخمية، ولكن هل سيستطيع أن يستمر بهذه الوتيرة؟ هذا السؤال يتعلق أيضا بالسؤال الأكبر وهو مؤشر السي بي آي الذي سيصدر يوم الأربعاء. إذا ما جاءت البيانات أعلى من المتوقع، توقعات اليوم هي عند 8.7%، وبالتالي إذا جاءت أعلى هذا يعني أن الفيدرالي لديه ما يكفي من المبررات للقيام بها مجددا، رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس.